سوجا كنا اتكلمنا من شوية على ايه بقى؟ لو عندي أوضة زي ديت تمام، وأنا anyway بقى وصلت لحد أول الأوضة عشان أخش على هوم ران مثلا بتاع سوكت معينة، وصلت من كيبل تري، وصلت من ماسورة فوق السقف، وصلت من ماسورة تحت الأرض للهوم ران تمام. ماشي طيب، انا وصلت لحد هنا. طيب الحركه اللي جوه هنا بقى، الحركه اللي هنا لو انا افترضت ان عندي دي برايز 1 2 3 دول برايز، وانا جيت هنا، يعني نقول ان احنا مثلا جينا هنا كده، فانا عندي هوصل، يعني خلينا نقول انا هروح للبريزه دي وهاجي من هنا وهرجع للبريزه دي. طب ده بقى بيبان ازاي في السايت؟ انا عايز اشوف شكل المواسير اللي رايحه من هنا لهنا لهنا، وهفترض كمان ان انا عندي هنا تليفون، هفترض ان انا عندي كمبيوتر، ونفس القصه هنا عندي تليفون وكمبيوتر، وهنا تليفون وكمبيوتر، وعايز اتفرج على المواسير اللي بتروح من بريزه للبريزه للبريزه، تليفون تليفون تليفون، كمبيوتر كمبيوتر كمبيوتر، تحت الارض فوق الاستبق خرسانه قبل الفينش فلور اللي هو الطبقه بتاعه السيراميك والاسمنت والرمله تمام. في بقى هنا اشكال ظريفه بتبين الكلام دوت، يعني مثلا على سبيل المثال دي كده فين، دي كده غرفة، دي كده غرفة بتبين ايه غرفة، بتبين هنا، بتبين هنا مثلا، بتخش على علبة هنا، يبقى فيها علبة هنا مكان، ده كده مكان حيطان ماشي خلاص، اللي هي الايه الارتفاع الصغير ده اللي مبني ده، ده مكان حيطان، وهنا يبقى فيه علب بالمنظر ده، هنا في علب بالمنظر ده، هيبقى هنا مثلا في هنا ايه علبة برضو بالمنظر دوت، يبقى فيه هنا علبة بالمنظر ده، سواء بقى ايه تليفونات او كمبيوتر او سوكت تمام. دي مثلا ماسورة خارجة من علبة بتاعت بريزة مثلا رايحة للأوضة اللي جنبي تمام، فانا كسرت لها هنا عشان تروح الأوضة اللي جنبي عشان اكمل بقية الدايرة، ما الدايرة مش كلها جوه الأوضة تمام. حتى تجميعة التليفونات، لو قلت مثلا ان انا هعمل بلام مثلا الأوضة دي كده، يبقى عندي هنا ايه، يبقى عندي هنا في مثلا علب، هنا عندي هنا برايز، وعندي هنا تليفون تمام خلاص، وعندي داتا مثلا، وعندي نفس القصة هنا بريزة وتليفون وداتا، وعندي في الأوضة اللي جنب هنا مثلا ايه بقية دايرة البرايز، فانا خلاص خلصت. انا رحت هنا كده، او مثلا هروح هنا من هنا لهنا، هروح من هنا لهنا على طول، هفترض مثلا البريد اللي مش موجوده، خلاص اخرج كده على طول مباشره، هي دي الماسوره دي، ان انا رايح مدي بريزه او مدي بقيه دايره في مكان تاني تمام. بس فده شكل المواسير، وده شكل حتى التثبيت بتاعها في الارض بيبقى عامل كده تمام. برضو اشكال تانية هي بتحرك من اوتت الاوتلت، من غرفة لغرفة، طبعا شكل الغرفة هنا باين اهو، ده شكل الغرفة شوية شوية ماشي. دي كده حيطة، دي كده حيطة، دي كده حيطة، ده مكان الباب اهوت تمام. وبرضو يعني خلينا نرسمها بوضوح، ادي حيطة اهي، حيطة، وادي حيطة، وادي مكان الباب، ادي مكان الباب اللي في الاوضه اللي جنبي تمام، وادي حيطه تمام. لو ببص هنا قدامي هلاقي نفس القصه، ده باب ودي حيطه ودي اوضه تمام. وبتحرك انا ايه اهو، اتحركت من اوضه لاوضه، بتحرك من اوضه لاوضه بالايه، بالمواسير، علشان ايه ادي من دايره لدايره، كأني مثلا هنا ايه جيت طلعت اديت بريزه، بعد كده بعد ما اديت البريزه دي فقمت خارج منها رايح اكمل بقيه الدايره في الاوضه الثانيه وهكذا تمام. ماشي. طيب دي برضو حاجات، برضو لو بتكلم على ان دي ده باب، لو قلت مثلا يعني مثلا ان ده باب وده باب وده باب تمام، فاذا دي طرقه، دي كده طرقه، فانا برضو عندي مواسير برضو بتتحرك في الطرق، زي دي مثلا الماسوره الظريفه دي بتتحرك في الطرق تمام. ممكن تكون مثلا وليكن بتروح تدي دواير علب البرايز اللي موجوده في الكوردر ده جميل. تمام
طيب نقلب تاني، ده برضو زوم على الحتة بقى ان انا بتحرك من اوضة لاوضة، ده شكل الايه التكسير. طبعا الكلام دوت هنا ده عشان دي حيطان جبسون بورد، بس طبعا لو هي وول بريك يعني توب يعني تمام، بتشوف بقى الكلام دوت يعني بتشوف الحيطة مبنية، بس دي فرصة ان احنا ايه نشوف الـ 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 الغرف مكشوفة من غير ايه حيطان، وشكل حركة المواسير ما بين الايه الاوض والتانية ايه نفس القصة. طب بتيجي مثلا نتكلم عن بلان دوت هنا مثلا، خلاص ده انا عارف ده باب كده بتاع اوضه ماشي، ودي حيطه ودي حيطه ودي حيطه ماشي. عندي ايه بقى، ايه بقى التفسير اللي عامل الكلام اللي هنا الجميل دوت؟ عندي هنا في شويه اوتلت هنا وول ماونتد اللي هم بتوع شويه بتوع برايز تمام، او او تليفونات او داتا. وبرده في حاجه ثانيه عايز اقول عليها، ان برده ده الشكل ده الشكل ده الماسوره دي تعرف ان في واحده رايحه وفي واحده راجعه، عشان مثلا تروح لواحد تاني وبعد كده تروح لواحد تاني. طيب ما تيجي نشوف بقى المخرج دوت عباره عن ايه، هو جه هنا ليه وسط الاوضه ووقف ليه بالظبط كده؟ عشان هو هنا عنده هنا فلور بوكس ماشي، هيديله مثلا ايه برايز، هيديله هيديله تليفون واحده 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 تمام. نقلب تاني نشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده بقى بعد ما بيخلص ويحط المواسير ديت، هو لسه هو هيبدا عنده مثلا هيبتدي يحط الحيطان ماشي وتركيبات، وممكن الحيطان دي هيمحرها وممكن الحيطان دي هيبدا يركب فيها، ففي حركه في الموقع بتبقى كتير تمام، وناس بتتحرك ببراويطه رايح جاي بيطلع حاجات بيدخل حاجات الكلام ده ماشي. المواسير دي ممكن ايه تتاذي، ممكن تتكسر، فبتدي يعمل حاجه اسمها رباط، ده الرباط ده شكل الرباط، يبتدي بقى يمسك المواسير دي يقفلها بالايه بالمنظر زي ما انت شايف كده شكل الرباط اهو، دي مواسير كلها اللي احنا كنا شايفينها من شويه الصوره ديت ومعمول لها الايه الرباط ده تمام. نفس القصه دي شويه مواسير جايه كده وجايه كده، وهنا هيتبني وول، هيتبني بنا وول ستاند يبقى فيها لوحه جبس بورد في اليمين من هنا والشمال كده، والاوتلت هتبقى جوه تمام. ده برضو شكل حته برضو بيوريك برضو ماسوره هي باينه ماشي، وده الرباط مش ايه مش كامل اه يعني هنا مفيش رباط على الماسوره دي، فعشان بس تشوف شكل ايه الماسوره من جوه تمام. هنا برضو شكل هنا ده شكل اوتلت من ورا ماشي، برضو هنا ده شكل البنتريشن اللي بتروح منه من اوضه لاوضه، بس دي حيطه مبنيه بتعدي المواسير من اوضه لاوضه عشان برضو ايه تكمل بقيه الدايره، دايره برايز دايره تليفونات دايره ايه كمبيوتر. طيب ده برضو هنا يبين بقى هنا بعد ما هو بنى الحيطه خلاص، هو هيعمل عمل ستاند عشان يحط لوحه جبسون بورد هو ورا تمام، وفي لوحه جبسون بورد قدام، ودي الماسوره بعد ما عملنا الرباط، وادي عندي ايه البوكس ثبته بالمنظر دوت تمام. وعايز بقى ايه عايز بيجي بعد كده بيكمل بيطلع بالماسوره دي لحد العلبه ويطلع بالماسوره لحد العلبه بالمنظر ده، وبعد كده يبتدي بقى ايه يتحرك بقى يسحب ايه سلك ما بين العلبه وما بين الايه بقيه السيركت او ما بين الهوم ران، يشتغل ايه ما بين النقطه دي والنقطه البعيده اللي هو عايزها، سواء النقطه البعيده دي كانت هوم ران او بريزه ثانيه او اوتلت ثاني. طيب نشوف بقى بعد ما اقفل الحيطه بقى بيبقى شكل العلبه عامله ازاي، وبعد ما احط الماسوره اهو ده شكل الحيطه. هو عمل ايه؟ كل اللي عمله ان جوه هنا جوه هنا الماسوره ماشي مش باينه تمام، وبعد كده ايه بتخرج من تحت وتطلع ايه بالرباط ايه تكمل الباقي. ده برضو شكل برضو ايه بعد ما طلع من الماسوره، بعد ما طلع من الماسوره مشي في الوول تمام، وبعدين طلع ايه للعلبه، وهنا طبعا دي هياخد منها ويدي ايه لماسوره ثانيه، يعني ده شكل ماسورتين، بالماسورتين دول دخلوا دخل ادى علبه ماشي، وبعد كده خرج منها بسلك ثاني. ليه ما بيروحش ويجي في نفس الماسوره؟ هيروح يرجع في نفس الماسوره ماشي، ما هو لازما ما انت عشان انت عايز توجه الاوت للتاني، يعني انت مثلا لو قلنا ان انت عندك كده ايوه اوت للتاني في نفس الماسوره، خلينا نشوفها مع بعض. انا عندي انا هقول كده ما اقف مكان تاني صار تاني خلاص. وبعدين خلي بالك برضو انت الماسوره بتحكمك، لو انت في سهوله يعني خلينا مثلا انت هنا اهو ده اوتلت ده اوتلت وده اوتلت تمام، وانت عايز تيجي من هنا
لهنا. تمام. طب انا عايز اجي من هنا، عايز استغل الماسوره دي ان انا اجي هنا، يعني ما اجيش كده، انا مش عايز اجي كده. انت رحت اهوت كان مثلا ده دي النقطه ايه، الماسوره ايه، ماشي، دي الماسوره ايه ودي الماسوره بي، ادي بي. ما هو انا عشان اوصل هنا لازم انا هروح كده وهرجع، اروح كده وهرجع، او هخلي دي تعمل نفس المهم، هتبقى دي الماسوره ايه ودي الماسوره بي، يبقى هروح وهرجع. تمام. لكن انا يعني ازاي هرجع ادي ديت والمكان الخص مكان تاني بعيد، ازاي هرجع ادي ديت واخد بالك بمصوره تانيه، يعني بنفس المصوره دي، لا لازم يبقى في عندك نقطه بتروح لها وايه تتفرع منها. تمام. فنفس القصه برضو لو انت عندك هتقول هنا، هتلاقي هنا في هنا رباط وفي هنا رباط، الرباط الاولاني مدي المصوره دي ماشي، بتخش تدي الاوتلت، وبعد كده الرباط الثاني اللي هنا او الماسوره اللي هنا بتاخد ايه لايه لمخرج ثاني، او بتروح ممكن ده يكون جاي من اللوح، ده جاي من بان البورد، وده هيخرج هيدي ايه باريزه ثانيه وهكذا. تمام. تعالى هنا، ده شكل العلب من الظهر والمواسير من الظهر. بس في حاجه كنت عايز اقول لك عليها بقى، هو ليه هنا ما عملتش المواسير ديت اي ام دي، ليه انا عاملها بي في سي بالظبط؟ هو عموما انا بستخدم المواسير الاي ام دي ديت في حاله ان انا لو بنقل وايرز من مكان للتاني وعندي في حاجه اسمها فيزيكال دامج. فيزيكال دامج يعني ايه؟ يعني معرضه للتلفيات الماديه، يعني ممكن اي حاجه تخبط فيها تكسرها. تمام. فانا دي ماسوره جوه حيطه، سواء مدفونه جوه حيطه طوب متكسر لها مدفونه انا مش خايف عليها لان هي خلاص بقت جوه الحيطه بقت في مكان امن، او سواء جوه حيطه جبس هي برضو اصبحت في مكان امن. لكن لو هي ماشيه فوق السقف الساقط ومعرضه للتلفيات هعملها اي ام تي، لو ماشيه فوق السقف الساقط ومش متعرضه للتلفيات وظاهره ماشي ممكن احطها بي بي سي، وانا مطمن ان المكان ده عمر ما في حد هيبقى بيعمل حاجه في المكان دوت وهيكسر في الايه في الحيطه في المواسير. بس